حابب أأكد تاني على الخبر اللي قلته يمكن الفقرة اللي فاتت، إن ديانج دي طبعا في وسائل يعني الوسائل السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم إن هروب اللاعب وإن اللاعب سافر ومش هيرجع كلها، أعتقد يعني أكدنا إن ده خبر كاذب 100% من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ. وكمان دلوقتي مع حضراتكم فيديو ديانج دي بنفسه بيبعته من بلده بيأكد عليه زي ما أنا قلت إن هو استأذن من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لأنه هو طبعا في مباراة الزمالك اضطرد، وبالتالي ما لعبش مباراة المصري واستغل الثلاث أربع أيام دول لسفره لبلاده علشان يخلص بعض الإجراءات في باسبوره، وإن الموضوع عادي جدا جدا. لكن معانا فيديو هنعرضه على حضراتكم دلوقتي بيأكد ديانج دي بنفسه إنه إن شاء الله خلال أيام هيعود، وان كانت يعني كان استئذان صريح جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وان ان شاء الله هيكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي في الايام القليله اللي جايه. نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع الكابتن رمزي صالح. السلام عليكم. هاي علي فانز. اي ترافلينج تو مالي افتر بيرميشن فور كابتن سيد تو دو ماي باسبور، and inshallah I come back and I will be ready to play Wadi Digla game inshallah. يعني دي واحدة من الحروب النفسية اللي بتمارس على النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ومعروف أهدافها. فإحنا قلنا يمكن قبل كده، معرفش قلت كده قبل كده ولا لا، انه اي لاعب هيعمل التصرف الغريب ده هو بيضر بنفسه ما بيضرش بالنادي واسم النادي. اسم النادي لا يعني مش هيتضرر باي حاجه طبعا. هو ديانج هو بيأكد ان الكلام